الجهاز الفني بقيادة المدرب المعروف واللاعب الوطني قيس محمد صالح يبذل جهد وافر خلال الفترة الماضية والفترة المتبقية من المعسكر الداخلي. هناك معسكر خارجي أيضا سيسبق خلال الأيام سيلحق خلال الأيام القادمة، سيحدد مكانه لاحقا. طبعا 30 لاعبا يخوضون تدريبات صباحية ومسائية بقيادة المدرب قيس، يساعده أيضا الكابتن فيصل أسعد ومدرب الحراس محمد درهم. الحمد لله بدأنا استكمال إعداد المنتخب الداخلي للمرحلة النهائية المعسكر الداخلي، والذي تم اختيار 30 لاعب من جميع المحافظات، واستكمالا للمرحلة السابقة الآن نجري استعدادات داخل مدينة سيون. أهل الكرام وأهل الكرم، وإن شاء الله بإذن الله يعني نحقق ما يتمناه الشعب اليمني بنتائج مميزة ونتائج تليق بمكانة اليمن وبمستوى اليمن بإذن الله.